بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وشيحة. صيغة اللحظة الأخيرة أنقذت حكومة المصلحة الوطنية وتحفظ لوزراء الكتائب والوزير أشرف ليفي. أن الانسحاب من القتال في سوريا اليوم أفضل من الانسحاب غدا. الرابع عشر من آذار تؤكد وحدتها وتدعو حزب الله إلى أخذ العبر من التاريخ. قصف عنيف على يرموك والقيادة الموحدة في القلمون تنفي دخول قوات الأسد إلى المدينة. صباح الخير. أخيرا توصلت حكومة المصلحة الوطنية برئاسة الرئيس تمام سلام إلى تسوية أنتجت بيانا وزاريا اعتمدت فيه على اللغة العربية المطاطة لصياغة البند الخلافي المتعلق بالمقاومة، فألغت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وكرست حصرية الدولة في التحرير وإعطاء المواطنين اللبنانيين الحق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وقد سجل وزراء حزب الكتائب تحفظهم مع وزير العدل اللواء أشرف ريفي على البيان الذي من المتوقع أن تمثل الحكومة على أساسه أمام مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء المقبلين لنيل الثقة على ما رجحت مصادر نيابية. وكان مجلس الوزراء التأم بعد مفاوضات استمرت طيلة نهار أمس وبقيت نتائجها غامضة حتى اللحظة الأخيرة، إلى حين خروج دخان الأبيض قرابة العاشرة والربع من قاعة الاجتماع بعد تأخير أكثر من ساعتين وربع الساعة من موعد انعقاد الجلسة. ومن ثم أعيد تعليق الجلسة إلى 11:30 بعد تحفظ وزراء الكتائب والوزير أشرف ريفي على الفقرة المتعلقة بالمقاومة. وجاءت الفقرة المتعلقة بموضوع المقاومة في ضوء اقتراح لرئيس مجلس النواب نبيه بري أدخلت عليه تعديلات بعد مشاورات طويلة ساهم فيها الرئيس سعد الحريري الذي كان على تواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة ومع مدير مكتبه السيد نادر الحريري. كما ساهم في المفاوضات النائب وليد جنبلاط من خلال الوزير وائل أبو فاعور. وعقدت عشرات الخلوات على هامش الجلسة شارك فيها جميع الوزراء. استنادا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع الشبعة وتلال كفرشوبة والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة. بعد ذلك تكلم دولة الرئيس فأشار إلى أننا توصلنا إلى نص مقبول وأن البيان الوزاري لن يكون مستفيدا وإنما يفي بالغرض المرجو من هذه الحكومة. وقد تميز البيان بتأكيد مرجعية الدولة في عدة فقرات وفي الشؤون كافة. الوزير أشرف ريفي تحفظ عن ثلاث نقاط في البيان في فقرة المقاومة لعدم ربطها بكنف الدولة وعدم ورود أي شيء عن انسحاب حزب الله من سوريا وعدم لحظ أي إشارة إلى الأمن الذاتي للحزب وخصوصا في محيط عرسال. بدورهم رفض وزراء حزب الكتائب مضمون بند المقاومة، وقال وزير العمل سجعان قصدي إن الاتصالات الواسعة التي جرت مع الرئيس الجميل والنائب سامي الجميل شددت على أن لا تنازل عن دور الدولة. نحن في حزب الكتائب ما فينا نقبل بالفقرة المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والمقاومة، وما فينا إلا ما نرفض الصيغة بالشكل الوارد فيه، ونريد التشديد على دور الدولة وعلى دور سلطة الدولة اللبنانية تجاه المقاومة أكانت من هذا الفريق أو أي فريق آخر. وبالتالي نحن كوزراء حزب الكتائب استمهلنا إعطاء الجواب النهائي إلى الغد. غدا
لدينا مكتب سياسي استثنائي لاتخاذ القرار المناسب. معالي الوزير، يعني القرار المناسب هو هل هو استقالة مثلا؟ كل شيء وارد. أحيت قوى 14 من أذار الذكرى السنوية 9 لانتفاضة الاستقلال الثاني في احتفال مركزي أقيم في ليبيا، وقد شددت الكلمات على التمسك بمبادئ ثورة الأرز. تقرير شرب العبود. ثقافة الحياة، بناء الدولة، العدالة، العيش المشترك، المواطنية، الاستقرار، الازدهار والتنوع، عناوين ظللت الذكرى 9 لثورة الأرز والتي أحيتها موحدة كما في كل عام قوى 14 من أذار باحتفال مركزي أقيم في مجمع لبيال بالعاصمة بيروت بحضور حشد من القيادات والشخصيات من قوى 14 من أذار ومن المجتمع المدني. وبعد نشيد لبنان والوقوف دقيقة صمت عن روح شهداء انتفاضة الاستقلال، وثائقي عن يوم 14 من أذار 2005، اليوم الذي غير وجه لبنان ولاحقا وجه دول عدة في المنطقة. وبعد ذلك كلمات قيادات الاستقلال الثاني. لم ولن نوافق على القتال في سوريا، ولا يجوز للبنان واللبنانيين أن ينجروا إلى المشاركة في تلك الحرب بين النظام والشعب السوري. ولذا فنحن نقول للإخوة في حزب الله، أن الانسحاب من القتال في سوريا اليوم، أن الانسحاب من القتال في سوريا اليوم أفضل من الانسحاب غدا. اعتبروا من التاريخ وتجاربه ولن أزيد، فالمعاني واضحة والإشارات بارزة على الطريق، فأي طريق تسلكون لن نقبل بسيطرة سلاح الميليشيات واصطناع سرايا الفتنة وأعمال المقاولات الأمنية والعسكرية غب الطلب في لبنان وفي خارج لبنان والموجهة والمطلوبة من خارج لبنان، ولن نقبل بممارسات الهيمنة والتفرقة. أيها الرفاق، رفاق 14 أذار، 14 أذار إرث وطني فلنحافظ عليه جميعا. يقول لنا شعب 14 أذار إن لبنان، لبنان والعالم العربي في لحظة يتقرر فيها مصيرنا ولفترة طويلة، فرجاء رجاء لا تتلهوا بجنس الملائكة. ممنوع الاستسلام وممنوع الحرب الأهلية، كل شيء بين اثنين مسموح. علينا أن نخوض جميع المعارك المتاحة أمامنا للحفاظ على الدولة اللبنانية، على سلامة لبنان، على الدولة في لبنان، وعلى كل ما هو يميز لبنان في هذا الشرق. كل المعارك المتاحة تحت سقف المؤسسات بدنا نخوضها، كما اليوم عم نتمكن من أنه نحذف من البيان الوزاري الثلاثية المشؤومة. هذه الثلاثية يلي أعطت شرعية لكيان مستقل عن الدولة. إن مشكلتنا مع الحكومة الحالية تتعلق بوجود تناقض بنيوي بين مشروعين اجتمعا تحت سقفها، مشروع الدولة ومشروع الدويلة، واحد من ذهب والآخر من خشب.
إن تحقيق أهداف ثورة الأرز يستوجب على فريقنا السيادي في 14 أدار السعي لتبوأ كل المراكز الرسمية في الدولة بكل تصميم وجدية وشفافية، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية التي هي رأس السلطة ورمز الدولة في لبنان، وذلك عبر ترشيح وإيصال شخصية سيادية صلبة مناضلة من صفوفه إلى سدة الرئاسة. إلى لائحة شهداء ثورة الأرز شهيد آخر، محمد شطح، آراء مصورة بالشهيد الاعتدال. الذكرى التاسعة لثورة الأرز حملت تأكيدا جديدا أن الإرادة ببناء الدولة الحرة والسيدة والمستقلة أقوى من أي عناوين قد تشكل اختلافا في وجهات النظر بين أحزاب وتيارات قوى الاستقلال. من البيال، شرب العبود، تلفزيون مستقبل. ذكرت صحيفة النهار أن الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية كلفت لجنة من 15 خبيرا متخصصا في مجالات متنوعة وضع خطة عمل خلال الأيام المقبلة لدرسها واعتمادها ووضع برنامج رئاسي شامل تمهيدا لإعلان الدكتور سمير جعجع ترشحه رسميا. أمضى الطرابلسيون ليلا صاخبا على وقع ذوي القذائف من مختلف العيارات وأصوات الرشاشات المتوسطة والثقيلة إلى جانب رصاص القنص، وقد ارتفع عدد ضحايا الجولة 20 من الاشتباكات مع سقوط قتيلين جديدين مساء أمس. شريط الأحداث في طرابلس في هذا التقرير. وكأن قدر هذه المدينة أن تبقى رهينة تصفية الحسابات، طرابلس الصامدة في وجه المؤامرات التي تحاك ضدها نزفت مجددا مع سقوط عدد من القتلى نتيجة اشتعال المعارك بين محاور القتال في باب التباني وجبل محسن، وعرف منهم عبد الله كسرواني، حسن إبراهيم جمعة، كنعان بكري، أسمى حروق، طارق عبوس، وليد برهوم، والطفلة فاطمة العشي. الجولة 20 من القتال أسفرت أيضا عن سقوط عشرات الجرحى، بينهم 5 جرحى من الجيش اللبناني نتيجة رصاص القنص. توتر شديد تشهده المنطقة مع ارتفاع حدة المعارك حينا وهدوئها حينا آخر، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره في مختلف أنحاء المدينة خصوصا عند الخط الفاصل في شارع سوريا، وأقام حواجز أمنية للتدقيق في هويات المواطنين. المدارس والجامعات أقفلت، المحال التجارية أغلقت، والطريق الدولية قطعت، لا أثر للحياة فيها سوى من المارة المضطرين إلى سلوكها مسرعين خوفا من أعمال القنص التي تستهدف كل من يتحرك. هذا الوضع الأمني المتردي كان محور اجتماع نواب طرابلس واللقاء الوطني الإسلامي في منزل النائب محمد كبارة، طالبوا خلاله الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم. وأكدوا أن الجولة 20 التي انطلقت بالرغم من كل التطمينات السياسية والأمنية مرتبطة بسلسلة من الضغوطات التي تمارس على اللبنانيين للقبول ببيان وزاري على قياس مقاومة مزعومة تريد خطف الدولة والوطن والشعب والجيش. يؤكد المجتمعون رفضهم المطلق تحويل طرابلس إلى صندوق عنف، لا مجرد صندوق بريد للرسائل النارية، مشددين على عدم السكوت أو التهاون بحق المدينة وأهلها بالعيش بأمن وسلام في كنف الدولة وتحت سلطة القانون. يجدد المجتمعون تأكيدهم على أن لا غطاء سياسيا لأي مخالف للقانون أو مخلي بالأمن أو مطلوب، ويدعو القوى الأمنية والعسكرية إلى الاستمرار في أداء واجباتها بقوة وحزم في التصدي للفوضى الأمنية وفي وقف كل الاعتداءات على أهلنا في طرابلس من قبل عصابة الأسد في جبل محسن، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم مطلق استهداف الأبرياء من أي جهة أو طائفة أو مذهب انتموا. كما جدد المجتمعون مطالبتهم بإحالة قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام على المجلس العدلي. وإلى الجنوب، حيث شهدت المناطق الحدودية توترا إثر انفجار عبوة لدى مرور دورية إسرائيلية في منطقة مزارع شبع، وعلى الفور أطلقت المدفعية الإسرائيلية عشرات القذائف باتجاه مزرعة شانوح شرق بلدة حلتة ما أدى إلى اشتعال النيران، وأطلقت قذائف باتجاه تلة العويضة بين كفركلة
والعديس كما شهدت قنابل مضيئة فوق منطقة المجدية وفوق تلة العويضة قرب كفركلة. الوكالات الإسرائيلية ذكرت أن الرد جاء فوريا تخوفا من عملية خطف جنود، فيما أصدرت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه بيانا أشارت فيه إلى أن قوات العدو الإسرائيلي قامت بإطلاق قذائف مدفعية عدة، سقط منها تسع قذائف على مزارع بسطرة وحلتة اللبنانيتين. بعد الفاصل في النشرة، إيران تحتج على كلام المشنوق الذي دعاها إلى الاعتياد على سماع الأمور بأسمائها. تواصل تقديم الصباحية. الاحتجاج الإيراني على كلام الوزير نهاد المشنوق في المغرب نقله أبادي إلى رئيسي الجمهورية ميشيل سليمان والحكومة تمام السلام، وعلق المشنوق داعيا أبادي إلى الاعتياد على سماع الأمور بأسمائها الحقيقية. كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق في المغرب والذي اعتبر فيه أن تدخل إيران وسوريا في لبنان سبب ظواهر العنف دفع بالحكومة الإيرانية إلى الاحتجاج لدى السلطات اللبنانية. فقد حمل سفير إيران في لبنان غدا فالركن أبادي رسالة احتجاج إلى كل من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام. الرئيس سليمان أكد أن مواقف المشنوق لا تعبر عن رأي الدولة اللبنانية الحريصة على إقامة أفضل العلاقات مع إيران على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، وأن قنوات الاتصال الثنائي كفيلة بمعالجة الإشكالات في حال حصولها. ومن السراي أعلن أبادي أنه قدم احتجاجا رسميا للرئيس سلام بشأن تصريحات المشنوق. أكد دولة الرئيس بأن هذا الموقف السلبي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتخذ في هذا الاجتماع لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية، وأكد دولة الرئيس تمام سلام بالعكس نحن كلبنان كحكومة اللبنانية حريصون على أن تكون هناك أحسن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو أعرب عن أسفه لهذا الموقف الذي اتخذ. وتعليقا على كلام أبادي رد الوزير نهاد المشنوق بالقول أن رئيس الجمهورية حدد بدقة الثلاثية التي ينبغي أن تحكم العلاقات اللبنانية الإيرانية، وهي المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، متمنيا لو تلتزم إيران بالمضمون السيادي لهذه الثلاثية لما فيه خير البلدين. نحن نمد يدنا إلى إيران، ولكن أي إيران نتعاطى مع أي إيران؟ هل إيران التي تقول أن لبنان ساحة إيرانية ودمشق ساحة إيرانية والعراق ساحة إيرانية والخليج ساحة إيرانية، أما أن إيران الدولة التي تريد بناء علاقات ود وجدية واحترام متبادل بين الدول وبين إيران؟ ما حدا عنده شك بأنه سلاح المقاومة في لبنان بعد 2008 هو موضع نزاع وانقسام عمودي بين اللبنانيين. هاي النقاط الرئيسية الثلاثة، وهو كلام إذا رجعت لنص الخطاب قلت فيه أنا أنه هذا الكلام سابق للبيان الوزاري الذي نتفق عليه. عندما نتفق على البيان الوزاري يكون هذا البيان ملزما لنا جميعا كوزراء. ودعا المشنوق السفير الإيراني إلى الاعتياد على سماع الأمور بأسمائها الحقيقية من دون توريات لفظية أو تذاك لغوي أو مجاملات، لأن الصدق والوضوح هما الركيزتان الأساسيتان لاستعادة العلاقات الإيرانية اللبنانية إلى جادة المسؤولية. في موقف نقلته عنه صحيفة السفير، أعلن الرئيس بشار الأسد أن نظامه مع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية مؤيد لخط الممانعة، مادحا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال نحن وإياه في قارب واحد. وتعليقا على كلام الأسد قال وزير العدل اللواء أشرف ريفي عبر تويتر: ليس من شأن رئيس النظام السوري أن يختار للبنان رئيس جمهوريته، زمن الوصاية انتهى ولن نقبل أن يمس أحد بسيادة لبنان ومؤسساته. أجرت الهيئة العامة التأسيسية لنقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان انتخابات الهيئة الإدارية بإشراف ممثل عن وزارة العمل، حيث تم انتخاب ميشيل أبي رمية رئيسا للنقابة. أبي رمية شكر الأعضاء الذين أولوه ثقتهم آملا في أن تحافظ النقابة على حقوق ومصالح كل العاملين في هذا القطاع وتعاون مع الإدارات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المستهلكين والإضاءة على أهمية هذا القطاع في المجالين الاقتصادي والسياحي في لبنان. بعد الفاصل في النشرة الصباحية: لا اتفاق بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. في الشأن السوري، نفت القيادة العسكرية الموحدة في القلمون الأنباء التي ترددت عن دخول قوات الأسد وأتباعها إلى يبرود، لافتة إلى أن هذه القوات تقدمت إلى طريق الرابط بين ريما والأحياء الشرقية وأن اشتباكات عنيفة تدور معها. قصف بمختلف أنواع الأسلحة هو الأعنف حتى الآن تعرضت له الأحياء السكنية في مدينة يبرود بعد 28 يوما على انطلاق معركة القلمون، وبعد استخدامها صواريخ أرض أرض مرفقة بسلاح الجو. تردد أن ميليشيات النظام وحزب الله تقدمت إلى الطريق الرابط بين مزارع ريما والأحياء الشرقية، الأمر الذي نفته القيادة الموحدة في القلمون، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدمير دبابة على جبهة العقبة. الله أكبر. بالتزامن مع هذا التصعيد، استهدف الجيش الحر حاجز النور في بلدة المليحة بريف دمشق بقذائف هاون محلية الصنع، كما استهدف الشبيحة وقوات الأسد المتمركزين في إدارة المركبات بحارستا. رد عليه النظام بقصف حي جوبر بالعاصمة بالمدفعيات الثقيلة. حمص التي تواجه حصارا خانقا تساقطت القذائف على أحيائها، ولا سيما حي الوعر وتلبيسة، فيما استهدف حي الغنطو براجمات الصواريخ. حملة القصف كذلك طاولت بلدة الطيبة في ريف درعا والبلدات المحررة في ريف القنيطرة. وفي الوسط السوري، يخوض الثوار معارك عنيفة في محيط بلدة مورك في ريف حماه، حيث تحاول قوات النظام اقتحامها بمؤازرة طيران الميج، في حين تعرضت بلدات الريف الشمالي لقصف براجمات الصواريخ مصدره مطار حماه العسكري. تدخل الثورة السورية عامها الرابع، حيث خرج السوريون في تظاهرات كثيفة عمت أرجاء البلاد في جمعة هي ثورة وليست حربا أهلية. في المواقف، دعا الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دعا المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لوقف سفك دماء الشعب السوري، وذلك غداة لقاء جمعه ورئيس الصيني تشي جين بينغ. دعا خلاله بكين إلى التعاون مع السعودية لتحقيق الحل السلمي العاجل للمسألة السورية وفقا لبيان مؤتمر جنيف 1. طلب رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة الدول المؤثرة في مجموعة أصدقاء سوريا بالوفاء بوعودها بتزويد الجيش السوري الحر المعارض بالسلاح، مشيرا خلال مقابلة مع البي بي سي إلى أنه حان الوقت لكي تتراجع الجهود الدبلوماسية ويتحقق التغيير في موازين القوى على الأرض لصالح الجيش السوري الحر. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مفتوحة بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا، وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أنه لا توجد رؤية مشتركة بين واشنطن وموسكو بشأن أزمة أوكرانيا، وذلك عقب لقاء جمعه مع نظيره الأمريكي جون كيري في لندن. كما أكد لافروف أن روسيا لا تعتزم غزو أوكرانيا، مضيفا أن بلاده ستحترم رغبة شعب شبه جزيرة القرم بخصوص الاستفتاء المقرر الأحد. ونصل في ختام النشرة إلى التذكير بعناوينها: صيغة اللحظة الأخيرة أنقذت حكومة المصلحة الوطنية وتحفظ لوزراء الكتائب والوزير أشرف ريفي. أن الانسحاب من القتال في سوريا اليوم أفضل من الانسحاب غدا. 14 من آذار تؤكد وحدتها وتدعو حزب الله إلى أخذ العبر من التاريخ. قصف عنيف على يبرود والقيادة الموحدة في القلمون تنفي دخول قوات الأسد إلى المدينة. بهذا نصل إلى ختام النشرة الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.